زي كفام بنت كلفام حبو خدتو دارو معناتها صارت في البيت ما عندناش كلمة هكيكا مثلا ما نحبش انا زور الاولاد تويكا فهمتني كيفاش تويكا؟ زور معناتها بلوطة زرو الطايح عارفة ما نحبش يعني انسان كما يقولوا فيه انسان حاجة كبيرة ولا شخصية كبيرة انسان عادي حاجة نحب في الراجل في الإسلامي نحب راجل إسلامي نحب ولد عائلة فهمتني ثم فقط فهمتني ماما بيرسون كومبريهنسيف ماجور لقيتو قلت لقيتو بس مزاد لا 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 مش لازم فيزيكمون ودرشني كي ماتيريال ما عادش كيلكو شوز كي فريمون عندها اون امبورتونس فيتال توا بالعكس توا الامبورتونس كي تكون عبد تنجم تتفاهم معاه تنجم تحكي معاه فما دي بوان فوالا تنجم تعيش معاه من غير هكا لي بروبليم اللي راهم ستركتورال كيما نقولوا فيها نتاع على خاطر ما درشني ما مشيتش شديد ولا خاطر مشيت شديد ولا ما طيبش اليوم ولا